الوزير احنا في الفريق الاشتراكي نحبذ دائما منطقة المشاورات، ومع ذلك نسائلكم اليوم ما جدوى المشاورات المفتوحة مجددا من أجل تجويد المدرسة العمومية؟ ما كاينش القانون الإطار 51/17؟ هل أنزلنا كل مقتضياته التنظيمية من أجل تفعيل ذلك؟ ما كاينش كل التقارير والتوصيات الصادرة عن مجلس أعلى التعليم؟ ما كاينش البرنامج الحكومي والبرنامج القطاعي اللي تقدمته به خلال هذه السنة؟ واش ما كاينش النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر في الحقيقة عملية تشاورية بمقتضى قرار ملكي وتشاورية على مستوى التراب الوطني والذي نادى ووعد بنهضة تربوية؟ بعد هذا الشيء كله كنقولوا لماذا هذا الهدر الزمني؟ لماذا هذا الهدر البيجداغوجي؟ لماذا لا تكون لدينا الجرأة الكافية لمباشرة إصلاح حقيقي للمدرسة العمومية؟ شي واحد ما يقولنا اليوم الدولة الاجتماعية في غياب الجرأة في مقاربة المدرسة العمومية كمدرسة وطنية بشقيها العمومي والخاص؟ ولا كان شي حاجة اليوم السيد الوزير، إلا كان شي قرار حقيقي للنهوض من مسألة التعليم فيجب الانتباه بجدية كبيرة والإنصات إلى الفرقاء الاجتماعيين من أجل تجويد الوضعية المادية والتكوينية.